راحتك نوم خلاص بس بسرعة لو سمحت. يعني أروح مع الفريق القطري. كابتن بلال شوط الأول. شوط الأول إحنا راح نشوف الزوج فرق راح يكونوا حاضرين على كل حال. ما راح نتوقع فريق القطري يجي يسجل هذا. عبد العزيز. أنا أروح مع التعادل مباراة افتتاحية. محتاجين نشوف منتخب يعني من خلال الشوط الأول بعدين نحكم. أروح مع التعادل الشوط الأول. محمد سويلم. كنت أكيد صادق أنا رايح مع قطر لكن في نقطة مهمة جدا ممكن أضيفها اللي هي لا أشكرك والله بروح ما تكلمت فيها تفضل ما تكلمت الحالة النفسية مهمة جدا كيف أتعامل مع الأجواء اليوم هذه اللحظة ينتظرها منتخب قطر ترى من فترة طويلة جدا فأنا أتوقع أنه تقدم قطر إذا استحوذ على نفسه في الشوط الأول تمام تعادل سلبي إن شاء الله حسن حسن رحمة الله والله تعادل في بلاد Dear friends, welcome. Welcome to the FIFA World Cup Qatar 2022. Welcome to celebrate football because football unites the world. And now, let's welcome the teams and let the show begin. All the best to everyone. Mabruk, Elf Mabruk. طلعت وقعت. توقعت حسام رحمة الله توقعت نعم وكابتن حسام اعتقد ان تفوق قطر في الشوط الاول ان شاء الله خالد ان شاء الله ان شاء الله 1-0 مايد ان شاء الله فريقنا يتقدم بس عدم المبالغه خلونا نشوف الليبرو شو يتوقع لهذه المباراه من يفوز ركزوا عموما اختيار الصقر هو علامة بارزة عندنا وعلامة شموخ كبير وياكم الآن إلى أستاذ البيت وأحداث الشوط الأول لمنتخبنا الوطني والمنتخب الإكوادوري بعد نشيدنا الوطني ونشيد الإكوادور في افتتاح كأس العالم لدولة الإكوادور